هي بداية قضية المناهج منذ تعيين الجراي أخذت هذا المنحى، لم تعد قضية فنية، كانت قضية جدلية، وكان واضح أن هناك حملة من البداية دشنا عناصر النظام السابق لإزالة الجراي، وده حتى قبل أن يعني يقول يا هادي، قبل ما يعمل أي حاجة. فكانت عندهم احتراضات على الجراي في شخصه، واحتراضات على الجراي في فكره وخلفيته السياسية. طبعا ده بتعارض مع فكرة الدولة المدنية الديمقراطية اللي هي يعني بتدي فرص متساوية لكل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية صحيح. والدينية أو العرقية. طيب الحملة تطورت بعد انضمام مجموعات سياسية واجتماعية جديدة، خاصة في بعض التحفظات اللي هي أبدتها على فصول أو ممكن نقول على بعض الأشياء التي دخلت في المناهج. الفكرة الأساسية أنه في نحن في مرحلة انتقالية، يفترض أن يكون هناك غدر كبير من التوافق الاجتماعي والسياسي لإنجاح الفترة الانتقالية ككل، في موضوع المناهج بشكل خاص، لأنه ده موضوع بنشي على أيام. طيب كان مفترض أنه يكون في مؤتمر، أول حاجة مؤتمر عام بيضع فلسفة المناهج وبيحدد السياسات المفروض تدعمل شنو. يعني المناهج عاوزينها تكون مربوطة باقتصاد المعرفة، النوعية بتاعت التفكير اللي احنا بنستهدف بها الطلاب، هل هي نوع من التفكير التلغيني اللي بيؤدي لتعليم بنكي اللي هو الطالب بيخط المعرفة وبيخطها في ورقة الامتحان وبيطلع خالي الذهن بدون رصيد، أو تفكير نقدي وإبداعي بيقوم على التشكيك، بيقوم على التساؤل، بيقوم على الإبداع، زي ما حصل في العديد من التجارب التعليمية في العالم وفي تجارب تعليمية. فلما يكون في اتفاق على وضع الموجهات ووضع السياسات، إلى حد ما بيحصل غدر من التوافق اللي هو منشود. حصل جزء من الموضوع ده، وتم إعلان كان مدفوع الثمن، نزل من مركز بتاع المناهج ونشر إعلانات بدعو الناس إلى إذا عندهم تعليقات أو عندهم تساؤلات أو عندهم إضافات في الموضوع. لكن الواضح أن الحملة كانت سياسية أكثر من كونها فنية، وده ظهر في العديد من التعليقات الحالية اللي بتحصل. الحملة أو الأزمة بتاعت المناهج عندها تأثيرات كثيرة على يعني على الجانب التعليمي وعلى الجانب على بداية العام الدراسي. المعالجة اللي هي كان وصل لها رئيس الوزراء مؤخرا أدت في المقابل إلى أنه الجراي يقدم استقالته، ومن الواضح أنه وزير التربية والتعليم مضى في ذات المسار لتحفظات بترى أنه هناك تدخل أو تغول على صلاحيته. طيب ما هو تعليقك على موقفه تحديدا؟ هل تعتبره تصعيد أم وضع نقاط على الحروف؟ بالنسبة لموقف وزير التربية، هو ممكن نقول أنه هو جزء من التصعيد، يعني هو رد فعل لموقف رئيس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار أنه هناك مشاورات تجري حاليا لتشكيل وزاري جديد. لكن الأزمة الأخيرة هي دفعت الوزير لاتخاذ هذا الموقف، مع الأخذ في الاعتبار أن الوزير كان لديه تعليق على بعض المناهج وبعض الكتب الدراسية، وأشار إلى أنه فيها ضعف وأنه هو كون لجنة عشان يدرس هذه الكتب. فبفتكر أنه ما حدث هو تصعيد، وأنه لم يكن يتم تشاور معهم بشكل طيب. بسرعة، ما هل هو صراع أيديولوجي بعيدا عن المهنية، أم هو تدافع عادي في إطار التطوير؟ يعني في رأيك هو مزيج من هذا وذاك، في جزء كبير منه صراع أيديولوجي وصراع سياسي. يعني في بعض الناس داخلين المعركة دي ما عندهم يعني الموضوع مش الجراية أو الموضوع المناهج أو غيره، بقدر محاولة إضعاف الحكومة الانتقالية. في جزء من المجموعات اللي هم جزء مفترض من المجموعات السياسية والاجتماعية الداعمة للحكومة الانتقالية عندها تحفظات على بعض الكتب أو على طريقة الجراي في المناهج، أو حتى ممكن يكون على شخص الجراي قبل أي شيء. فهو خليط من هذا وذاك. يعني الوزير يقول تعديل المناهج يعني تجميد العام الدراسي، بطبيعة الحال كل هذا الحراك يؤثر على العام الدراسي كما ذكرت أستاذ محمد. يعني الوزير يقول تعديل المناهج يعني إلى يعني تجميد العام الدراسي، هل هو كذلك فعلا؟ هو واحد من السيناريوهات، لكن في سيناريوهات أخرى يمكن أن تؤدي إلى استمرار العام الدراسي، مع الأخذ بالاحتبار أنه التحديات اللي تواجه العام الدراسي والصعوبات هي أكبر من موضوع المناهج، متصلة بالأوضاع الاقتصادية، بجاية حتى كورونا المستجد،
بجملة من الترتيبات الأخرى أكثر من كونها مربوطة بمزالة المناهج اللي هي مزالة ممكن نقول عليها إضافية، لكن في سيناريوهات عديدة ممكن استمرار في المناهج القديمة لحد ما يتم التعديل والتنقيح، لأن عملية التعديل والتنقيح عملية مستمرة، فممكن يستمروا بالمناهج القديمة لحد ما يتم معالجة، وممكن يتم تجميد العام الدراسي للمزالة تحت المناهج لترتيبات أخرى. ففي عدد من السيناريوهات، لا يوجد سيناريو واحد طبعا.